يعيش نادي أفلو إحدى أسوأ فتراته بعد موجة المشاكل المادية التي عصفت به في السنوات القليلة الماضية، وسط مطالب جماهيرية بضرورة التدخل لإنقاذ الفريق. نصر، نادي اتحاد أفلو والذي تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي يعاني جملة من المشاكل جعلته يتخبط في الأقسام الدنيا للبطولة الوطنية. نوجه رسالة للمسؤولين، معنى هذا الفريق يعني ماديا راه يعاني، الصعود مو صعيب، لازم له أموال، لازم له رجال توقف، ماذا بنا يعاونوا هذا الفريق هذا. متأكد معنا تكون يكون الدعم المالي، ممكن النتائج تكون أحسن. لماذا لا نستفيد من آبار، معناها سواء في حسن رمل ولا حسن سعود ولا معناها فرق تابعة للصحراء بصح بدون تمويل. أناشد معناها السلطات العليا على أن تنظر لهذه النوادي. الجماهير الوفية للنادي والتي لطالما رافقته في السراء والضراء تضع يدها في يد الإدارة مطالبة بالتفاتة حقيقية. مشكل اتحاد أفلو هو المشكل المادي، المشكل الوحيد هو المشكل المادي تاع اتحاد أفلو. نطلب من السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار، والفريق هذا هو المتنافس الوحيد تاع مدينه افلو. ما يغفلكش بلي نهار اللي يكون كاين ماتش مدينه افلو كاع الكبير والصغير كاع يجي يتفرج الفريق. اللحمه موجوده والعنفوان حاضر، ولا ينقص سفينه الاتحاد الا رياح الدعم.